أن أي شخص في مصر يقول سنحافظ ونحترم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، أي من يحاول حماية الحدود الإسرائيلية سيحصل على دعم أمريكا، ولا يسمى مهم من يحتل المنصب، ولكن لو كان جنرالا ذلك سيسعد الأمريكان. الأمريكان دائما يحبون الجنرالات. تعاملوا مع المهيب الركن صدام حسين، وأحيانا كانوا يحبون قذافي، حتى العقيد قذافي، ويحبون الجنود، وبالتالي السيسي وجنرال آخر بالتالي يحظى بدعمهم. قد يقولون أحيانا بأن غير سعداء بما يقوم به السيسي، ولكن ذلك ليس مؤثرا، وإلا إذا قام السيسي بشيء جنوني جدا، وهو لن يفعل ذلك، أو على الأقل ليس علنا. تذكر أن السيسي تدرب في الولايات المتحدة، والكثير من الضباط الأمريكان يعرفونه شخصيا، كان يزورهم في منازلهم، وقد قرأت عن تدريبه العسكري في الولايات المتحدة، ووجدت أنه كان شخصا يتسم بالصمت عندما كان يتدرب في الجيش الأمريكي، ولكن كان يشارك في كل المناسبات الاجتماعية، وكثير من الضباط الأمريكان يعرفونه. الجنود يحبون الجنود، الجنرالات يحبون الجنرالات، والأمريكان في الحكومة يشعرون بالطمئنان مع الجنرالات. إذن كل ما يمكن قوله أنهم سيدعمونه طالما أنه يرعى أمن إسرائيل، وطالما أنه يحافظ على معاهدة السلام.